الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك بقياده كابتن احمد مرعي منح اللاعبين النهارده راحه سلبيه بعد انتهاء الدوره المجمعه الاولى في الدور التمهيدي لدوري المرتبط. احنا عارفين طبعا ان الفريق كان فاز في جميع المباريات في الدوره المجمعه الاولى، والفريق هيبدا الاستعداد بكره للدوره المجمعه الثانيه واللي هتبدا يوم الاربعاء اللي جاي مع نفس الفريق وهو او مع نفس الفرق وهي الاولمبي وهليابلس وطلائع الجيش في الاسكندريه. طبعا كل التوفيق ليهم باذن الله. دي برضو اهم وابرز اخبار كره السله.